زي عصام القمر في الهولو بلوك. توزيع الاحمال على القمر زي ساعتك تعرفها بيها، مع الاخذ في الاعتبار ان انت مالكش دعوه هنا بالابعاد الوان واي والتو واي، ده على حسب ساعتك عامل وان واي بلوك او تو واي بلوك. المطاط الوان واي في جميع الاحوال مهما كان ابعادها كان في كام بتدي مستطيل ومستطيل، والاتجاه الثاني مفيش حاجه. انما التو واي بتدي بقى مثلثات او شبه منحرف او حسب ظروفك. الجديد عندنا في الكاميرا البروجيكتد او الكاميرا الساقطه ان ده بيكون شكل الباب او شكل الكاميرا ده عرض الكاميرا السولف بتاعها. المسافه دي عباره عن اكس اللي هو عرض السولف بارت، المسافه دي عباره عن شكل فالقول ويب بتاع الكاميرا بتاعتها الجدول الارض بتاع الكاميرا ديت عباره عن وزنان ساعتك عارفه الحيطه وسنان سواء وان واي او تو واي. الجديد عندي ان انا بزود وزن في الجزء بتاع السولو بارت، لو في سولو بارت من ناحيه واحده او من ناحيتين ساعتك بضرب ده وده فبتزود وزن 1.4 في جاما اكس تي. طبعا لو في من ناحيتين يبقى الكاميرا في النص هيبقى في سولو بارت يمين وشمال بتعقد بتحسب ايه الوزن بتاع السولو. كمان لما اجي اصمم الكاميرا وقررت ان القطاع ده تي سيكشن او ال سيكشن ساعتها بتحسب ايه الدي كابتر، بتحسب ثلاث قيم كده والاكبر منهم او الاقل منهم بتاخده. هنا الدي كابتر معروف مش بتحسبها، الدي كابتر هو الرقم ده هو عرض الكاميرا زائد عرض السولو بارت، ولو كاميرا في النص يبقى سولو بارت يمين وسولو بارت ايه شمال. ده بالنسبه للكاميرا ايه الساقطه او الكاميرا البروجكت. المره اللي فاتت طلبت من سعادتك سؤالين تدور عليهم في الكود وترد عليهم. المحاضره اخر محاضره كنت مع سعادتك طلبت منك سؤالين تدور عليهم في الكود وترد عليهم. حد فاكر سؤالين؟ 29 كانوا ايه ده؟ فاريبل ايوه كويس ويردك عليه. حد دور؟ مش حد دور فاكر اني هنسى. كان في سؤال تاني بمناسبه ميد ترم كده انا مريهان بس 30 عينات كده في 7 8 عينات كده خلصوا صفار وانا قاعد كده صفار 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 ما اعرفش مين هينزل لكم قلت لهم نزلهم ولا يعني لقيت واحد فاضل كده البلاطه اهيت فمسلحني كده ده هيسفني ومكسح كده ايه ده هيسف ايده وقف في النص ده يقع لو الراجل نفذ الكلام ده بدا تقع هو ما حد كده يقف ولا يقف على الكاميرا على الكاميرا. واحد تاني فاضل يعني ده احد المشاكل بس ده السفلي والمكسح عامل كده عامل دي يعني 5 سنتي كده برضه صفر ما اعرفش حاجه عنه ده نقول كده ولا ده كده ها مين هو ده اللي يهمك واحد تاني فاضل فاضل محترم ما اعرفش درس مع مين بس انت سايب فاضل كده كانت يمينة 3 في 16 مين ده؟ أنا ده لازم أعرفه هو اسمه هناك بس أنا ما خيالش مين ده؟ ده لازم أعرفه ده يعني ملوش حل عنه ده إيه ده؟ ده إحنا كنا مين؟ ده مين ده الكلام ده؟ مين ده؟ واحنا قلنا لما نيجي نسلح وكل مرات الناس رجلي كده قلنا الكلام ده شفنا الكلام ده الحاجات دي مجموعه وطبعا اللي قلب الحديد مش قلت هلاقي ولقيت عشان قلت هلاقي ناس قلب الحديد بالرغم قبل كده لقيت برضه مفيش فايده يعني نفس المشاكل اللي بنقول عليها خلي بالك دي بتعمل صفر خلي بالك دي صفر خلي بالك برضه لقيت ده انا بس بصيت اول 20 30 ورقه في منهم سبعه كده اصفار
وانا قاعد كده عشان في ربع ساعه قلت اسالي نفسي اسالي نفسي عشان افضي. نعم اقول لك يعني ده اعمل معاه ايه؟ ده اعمل ولا ده اعمل معاه ايه؟ ده اعمل له ايه ده؟ ولا ده؟ ولا ده؟ دول ثلاث مصايب. دول ثلاث مصايب. لو في حته ما سلحتهاش في البلد هاخد دير برضه؟ هتخلص. انا مش هاخد دير. اه ما سلحتهاش ما اعرفش. ما علينا. عندنا 68 طالب حرمان من امتحان الفاينل. 68 طالب حرمان من الفاينل. غير نسبة الغياب بتاعتنا. 68 طالب حرمان. بعت دلوقتي العميد ورق حرمان 68 طالب. ماشي؟ عشان نخف الهواء شوية. بدل ما نخف 40% عشان في كتير غايبين. تطلع 50-60% يعني تبقى كده معقوله شويه بالمشروع في مصر. طيب نكمل الكاميرا الهيدي. بس الكاميرا الهيدي مفيش حد رد عليا السؤالين اللي طلبت منهم. حد فتح الكود وقت في رد مش ده من السنه يا دكتور. لا يعني عايز الاسبوع ده. مفيش حد في حد عمل. لا كويس بس انا عايزه. ساعتك بتذاكر الكود طبعا صح؟ بتذاكر الكود. خلي بالك هيجي لك في الفاينل اسئله في الكود النظري. اه يعني ساعتك الكود درس بناخده. بص في الكود اقرا شوف الليمت عباره عن ايه. اقرا كود طالما انا طلبت حاجه من سعادتك وسعادتك ما التزمتش. انا هخليك مهندس بالعافيه. طالما سعادتك مش عايز تبقى مهندس هخليك مهندس بالعافيه. لو سمحت اقرا الكود. لو تكرمت اقرا الكود. ممكن اقول اكون بقول معلومه غلط. لو تكرمت اقرا الكود. اتعود انك تقرا الكود. ماشي. فسعادتك بتفرد سمك الكبلاطه سمك الكاميرا يا اما نفس سمك البلاطه يا اما ممكن تساوي 5 سم زي ما احنا قلنا كده. فالسمك تعرف تفرده. العرض بتفرده تقريبا الاسبان على 4 ل 5 ربع الاسبان لخمس الاسبان عرض الكاميرا. ده الكلام ده لو الكاميرا شايله من السقف يعني الكاميرا شايله احمال من البول بلوك. انما لو الكاميرا موازيه للبول بلوك موازيه للاعصاب يبقى هي مش شايله حاجه. فممكن تفرض بقى عرضها 60 سم 80 سم متر اقصر تفرض عرض صغير. نعم الطاوله ده مش شايله حاجه علشان تربيط اعمده وعلشان تشيل حيط. تمام. فالوزن على الكاميرا الدبليو ال تي بتعرف تحسبها جاما في البي بالتي طبعا مطلوب 1.4 زائد الاسلاب زائد الجول زائد الايه كاميرا عاديه خالص. وساعتك هتجيب المومنت وهجيب الايه؟ الشيء. بتحسب لي المومنت الماكسيموم على القطاع اللي هو ار ماكسيموم على جاما سي في اف سي يو في الدي في دي سكوير. لازم قيم المومنت اللي طالع على الكاميرا اقل او يساوي المومنت الايه؟ عشان لو كان اكبر ساعتك بتكبر الابعاد واللي مسموح لك بتغيير الابعاد هو الايه؟ العرض. لانك الا لو كنت انت في البدايه فارض سمك الكاميرا هو نفس سمك البلاطه فممكن تزودها ايه؟ 5 سم. مقلوب. كمان الشيل عباره عن الشيل فورس مقسوم على كان ساعتك في الكاميرا العادي بتحسب الشيل ستريس للخرسانه والماكسيمم وتقول ان ده ما يفرقش ما يزيدش عن الماكسيمم عشان لو زاد عن الماكسيمم سعادتك بتكبر ابعاد القطاع ولو زاد عن المقاومه سعادتك بتحط كنات او كنات وحيد مكسح عشان تقاوم الشيل. الكفر اللي سمكه 30 سم فاقل او معظم
القمر الهيدن بيم او بمعنى ادق القمر الهيدن بيم ما بيقاومش بحديد بيقاوم بخرسانه فقط وبالتالي ده لازم يكون اقل من او يساوي نص يو سي ولو طلع اكبر من نص يو سي ساعتك بتكبر ابعاد القمر يبقى قبل ما اصمم القمر الهيدن وبلاقي تسليح لازم اعمل تشيك على الحاجتين دول علشان اخد قرار في الابعاد انها ابعاد سليمه وبعدين اجيب تسليح عادي. الغلطه الشهيره وانت بتجيب التسليح سعادتك بتغلط وتنسى وانت بتجيب الاريا ستيم تقوم قاسب تحت مش على الدبس تنسى تنسى على العرض كتير جدا بيغلطوا كتير جدا بيغلطوا حافظ دايما ان السمك الكبير هو اللي بيبقى في المقام يعني انت بيبقى رقم كبير خلي بالك هنا تقسم على ايه العرض هنا السمك هنا صغير مش كبير كتير جدا بيغلط وبيحسب الحديد في الكاميرا المدخول يبقى عامل الكاميرا مثلا متر 60 عرض في 30 سنتي سمك وهو بيحسب الحديد يقسم على متر ونص يقسم على 150 ينسى المحافظ دايما الرقم الكبير دي دي غلطه شهيره. خلي بالك كمان ان سعادتك بتقدر تحدد عدد فروع كان هتركن لعرض الكاميرا وبالتالي عدد الاسياخ اللي بتحطها سواء الاريا ستيم داش او الاريا ستيم ما ينفعش يقل عن عدد فروع كام ده مهم عند سعادتك لازم تفهم. في مدرسه ثانيه في تصميم الهيدن بيم ما بيفرضش الابعاد في البدايه ما بيفرضش الابعاد يحسب الحمل على الكاميرا والول زائد السناب ويضرب الكلام ده في 1.1 عشان ياخد وزن الكاميرا في الايه؟ زي اللي عامل ده ويحسب المومنت والشيب يبقى كده ما فرضش ايه؟ ابعاد بس حسب الحمل ضربها في 1.1 من ايه؟ من 10 وبعدين ياخد قيمه المومنت الكبيره يساويها بالمومنت الايه؟ الماكسيم ويجيب منها البي ان الدبس ايه؟ معلوم هعرفه ان سمك الكاميرا معروف يبقى دبس الكاميرا سمك البلاطه ناقص 2 سنتي كفر كفر في القمر المدفون زي الكفر بتاع البلاطه كفر في القمر المدفون زي كفر البلاطه 2 سنتي او 2 سنتي ونص فبتجيب البي من القانون وتزودها شويه 15% مثلا واعتبرنا ان انت ساعتك بتجيب ايه؟ انيشال عرض وتزودها شويه يبقى انت كده على الاقل ايه؟ فرضت ابعاد تقريبا مساويه لايه؟ للمم وبعدين تعمل تشيك على مين؟ ماشي عندك كده او كده مش فارق معاك يا اما تفرض الكاميرا في البدايه ابعاد وتشيك على الابعاد دي طبقا للمم والشير او تفرض الكاميرا وزنها 10% من الاحمال اللي عليها وبعدين تبتدي تشيك على الشير واول ما تطمن ان الكاميرا بالنسبه للمم وبالنسبه للشير كويسه يبقى ساعتها تبتدي تصمم وتحسب التسليح بتاعها. الهولو بلوك كده خلص فاضل بس ان احنا نشغل بعد اذنك. فاضل بس ان احنا تتعود او تتدرب على اعلانات فيها فتحات ازاي تحط كاميرا مدفون حوالين فتحات والكلام ده وده هيخلي زملاء المعلمين ينزلوا شتات فيها فتحات وحاجات زي كده عشان تبتدي تخلق وتعمل ستاتيكال سيستم للبلاطه وتحط كاميرا حوالين فتحات والكلام ده كاميرا مدفون طبعا مش كاميرا ايه؟ صوت لان وممكن يبقى في كاميرا مايل زي ما قلت لك في البيانات اللي قلت لك على فلسطين اللي فاتت فمش دايما كل الكاميرا بتاع او كل البلاطات تكون مستطيله او مربعه. انا عندي سؤال للبولو انا قبل ما انسى بس المره الجايه ان شاء الله لينا عندنا محاضره الثالثه كمان عندنا الثانيه والثالثه المره الجايه الاربع اللي جاي عندنا الثانيه والثالثه لو انا يوم 24 الاربع اللي بعديها انا عندي مسابقه في الكليه المسابقه بتاع الفريمات والحاجات الغريبه اللي بنعملها يعني فانا محقق في المسابقه دي بس ف حد منكم مشترك؟ اي لعبه ايوه 24 مش هيكون موجود فعشان كده هندي الاربع الجاي المحاضره بدل 24 الا لو حصل تاجيل المسابقه عشان احتمال يبقى 24 ده اجازه
لسه مش عارفين. بيلدينج اللي هو محمد الصاوي هكلمه ياخد الاربع اللي بعديه كله. طب انا محاضره يعيش حياته حاضر ايه في كذا محاضره اقول له كذا انا معلوماتي معلوماتي جاهزه وردودي جاهزه في كذا محاضره. نعم اللي عايز في حاجه تانية عملها موجود كذا محاضره في اهو برضو ما تحضرش المحاضره اللي جايه عندي مش انت لازم غيره كويسه بس خلاص ربنا يشفي صدعني. اتفضل نيجي تكومنت مش ده اللي بيجي بيه من هنا ليه بعمل تشيك على تشيك على مين في الهول بلوك في الريبس لا ما انت بتجيب مينيمم عرض قلت لك قبل كده انت بتجيب يا مينيمم عرض سوليد اكس سوليد بار لو الكاميرا في النص كاميرا ساقطه يا مينيمم عرض الكاميرا المدفونه ما الكاميرا في الهول بلوك شويه ايه لو هي موازيه او هي بتاع الخد اسمها 4 صح؟ مين قال ان ده ممكن يغطي النيجاتيف؟ ممكن يزيد ممكن يقل. مينيمم عرض الكاميرا المدفونه. يبقى لازم احسب النيجاتيف اللي يجي على طيب يبقى احنا ان شاء الله متفقين ان الاسبوع الجاي عندنا الثانيه والايه والثالثه بدل الاربع اللي بعديه. طيب الفلاس لاب كل اللي احنا درسناه قبل كده كان في وسيط او سنسار ما بين البلاطه والعمود الكاميرا كان الحامل اتنين البلاطه الكاميرا والكاميرا العمود في اي سيستم درسته الفلاس لاب لا الحمل على البلاطه يتنين على العمود مباشره الا لو كان مسموح ليا اعمل كاميرات والفلاس لاب يفضل ان سعادتك تعمل كاميرا خارجي مارجنال بيم كاميرا محيط لو نفع معمارك والمنطقه بتاع السلالب او الخدمات برضو كاميرا منطقة المناور بكاميرا لأن الفلاس لاب هو أسوأ سيستم في القوم الزلازل فلما بتعمل كاميرا بيحزن المنشأ فبيقاوم مع الزلزال بيخلي العمدان تشتغل بصورة أفضل ويربط الأعمدة مع بعضها بصورة أفضل عشان يشتغل أكنه ديافرام واحد أو الأعمدة كلها ماشية إيه واحد فالأفضل لو مسموح لك تعمل كاميرا على المحيط أو كاميرا عند المناور أو منطقة السلالب والكلام ده مفيهاش مشكلة الفلاس لاب هو البلان هيطلع حاجه مش وزي ما تعودنا في السلول سلاب او الهولو بلوك لما نيجي نصمم بلاطه بناخد شرايط فهي نفس الكونسيبت ساعتك لو هتاخد شريحه البلاطه هيطلع شكلها عامل كده وبالتالي دي بيجسد بوزيتيف ونيجاتيف في السلول سلاب عملنا نص الحديد عادي ونص مكسح عشان يغطي النيجاتيف الفلاس لاب سمك البلاطه مينيمم 15 سم في اعلى ومعظمها بيبقى 18 في اعلى مش 15 وخدنا في السوليد سلاب ان البلاطه لو سمكها زاد عن 16 لازم تحط شبكه علويه عشان الشركج عشان الشركج عشان نيجاتيف ده انت بتعملها كده كده سواء البلاطه سمكها 16 في اعلى او اقل فعشان كده في جميع الاحوال في السلاب بيبقى فيه شبكه سفليه وشبكه علويه يا ترى الشبكة العلوية اللي احطها في فاس لاب على قد قيمة المومنت ده يعني اشوف النيجاتيف المومنت ده بكام واحط الشبكة العلوية كلها بنفس القيمة نظريا ينفع بس كوست مكلفة
لان الحته دي ما فيهاش نيجاتيف نوت. والتاني ممكن سعادتك انفارد شبكه علويه صغيره 5 10 6 10 متر مساحتها مثلا 4 سم. وسعادتك تقوم مصمم قيمه النيجاتيف مومنت من عند العمود بكام، وانت محتاج حديد قد ايه، وتحط حديد اضافي على الشبكه، تزود حديد اضافي على الشبكه. علشان كده لو انت طلعت على سقف في تسليح فاسلام ولا حاجه زي كده هتلاقي دايما في شبكه علويه، ويجي عند الاعمده يحط حديد اضافي بيسموها كبات، بيسيب يبقى حديد اضافي عند الايه؟ الاعمده. طب الشبكه السفليه؟ ما هو خلي بالك الشرايح في البلاطه هتختلف، وقيم البوست في المومنت في البلاطه هتختلف. طب يا ترى اصمم على اكبر قيمه بوست في مومنت؟ برضه مكلف. طب ايه؟ نظريا ينفع بس كبوست مكلفه، لان الحته دي ما فيهاش نيجاتيف مومنت. والتاني ممكن سعادتك انفارد شبكه علويه صغيره 5 10 6 10 في المتر مساحتها مثلا 4 سم. وسعادتك تقوم مصمم قيمه النيجاتيف مومنت من عند العمود بكام، وانت محتاج حديد قد ايه، وتحط حديد اضافي على الشبكه، تزود حديد اضافي على الشبكه. علشان كده لو انت طلعت على سقف في تسليح فاسلام ولا حاجه زي كده هتلاقي دايما في شبكه علويه، ويجي عند الاعمده يحط حديد اضافي بيسموها كبات، بيسيب يبقى حديد اضافي عند الايه؟ الاعمده. طب الشبكه السفليه؟ ما هو خلي بالك الشرايح في البلاطه هتختلف، وقيم البوست في المومنت في البلاطه هتختلف. طب يا ترى اصمم على اكبر قيمه بوست في مومنت؟ برضه مكلف. طب ايه؟ ممكن تنفرض قيمه وسطيه او اقل قيمه مومنت وتصمم عليها وتحط عليها الشبكه، وبعدين تحط حديد اضافي في الاماكن اللي فيها مومنت اكبر من المومنت اللي انت قيمه المومنت اللي انت صممت ايه عليها. يبقى خلاص انا في البدايه بفترض ان انا بعمل شبكه سفليه وشبكه علويه، وابتدي اشوف قيم المومنت سواء البوزيتيف او النيجاتيف الشبكه اللي انا حطيتها دي بتغطيها ولا لا. لو ما بتغطيهاش يبقى ساعتها بتحط حديد اضافي في المنطقه اللي محتاجه مومنت ايه اكبر. طيب ده شكل تسليح بلاطه اهو، شايف المنطقه دي كده مليانه حته، هتلاقي دايما عند الاعمده في حته علم ايه؟ اضافي. يعني هتلاقي الشبكه تقريبا واسعه، شايف ان هنا فاضيه ازاي؟ شايف الحته ده الصغير ده؟ ده اضافي عند العمود اهو، بينتهي اهو. بص بص اهو نهايته السياق دي اضافيه عند العمود، شايف المنطقه ديت؟ ده كله حديد زياده او حاجه اضافي عند الاعمده. عندنا فات سلاب يا اما تكون البلاطه مباشره على العمود، ونتيجه ان اكبر مشكله ممكن تحصل في فات سلاب البانش اللي هو اختراق العمود بالبلاطه. العمود بيخرم البلاطه او البلاطه تسيب العمود تنزل. عايز يشوف مصيبه من مصايب البانشنج؟ بلاطه. اه دي كانت هنا. تاني. البلاطه ديت كانت فوق. حصل لها فانش نزلت وسابت الايه؟ الاعمده ونزلت. فمصيبه البانشنج انها بريتل فيلير. زي الشيب. الشيب برضه كمان بريتل. فاسوأ مصيبه في الفلاس لاب لو ساعتها سهيت عنها وما صممتهاش كويس وما طلعتش منها والقطاع آمن مصيبة. 2014 ساعتها كان عندك كام سنة؟ سنة كام؟ ثانية سنة. أولى سنة ما شاء الله. في يوم كده بالليل حصلت مصيبة في العبور، مصنع وقع على الناس وبتصاب. هل سمعنا؟ كنا بنهتم بالموضوع ده. اللي حصل ساعتها مصنع قائم ثلاث ادوار واربع ادوار. حبوا يعلوا دور. من حق. الدور الاخير كان متصمم على لايف لود وفول كفر قليل لانه ما عليهوش احمال اصلا. فما جه على دور السقف كان فلات سلاب. لما جه على الدور الجديد سمك البلاطه في الدور الجديد كانت 30 سم او
25 سم. وزنها كام لو 30 سم؟ 750 كيلو على متر مسطح. وزنها بس كبلاطه 750 كيلو على متر. السقف الاخير كان مصمم على 200 لايف و200 فلور فقط. يعني او 200 و150 يعني 350. فلما جه يعمل الشده بتاع السقف عمل العروق وعمل سقف نجاره وابتدى يسب. فاصبحت خرسانه بدات ايه؟ تمسك نفسها وزنها بيروح لمين؟ لتحت. لتحت بيستحمل؟ حصل بانش. قام السقف الاخير نزل على السقف اللي تحت. خده كمان ونزل على تحت. قام نزل على الارض في العمال اللي موجودين تحت حطوها عليهم وضع. مصيبه المصمم والمنفذ. ان المنفذ كان المفروض ياخد باله بسمك او وزن السقف ده كحمل اعلى من السقف ده، فكان لازم يصمد ده ويوصل الصند بتاعه لغايه تحت علشان ما نقلش حمل الجديد على فلاس ده مباشره. 2010 11 كده كانت موضه شوطه وحصلت 7-8 فيلا في التجمع. بعد ما بيصب السقف الاخير الراجل يكون صامد والمالك موجود مع الناس يصب ويرجع الصبح ومره المغرب قام السقف خد الشده ونزل تحتيه طق 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 شدوش تحت وعندنا وقف لا يقل عن 7-8 فيلا في 2011 2012 2010. كنا بنروح نعينه ونبص ونروح نلاقي ايه؟ العمدان واقفه والاسقف او الاربع تسقف تحت. العمدان الاربع تسقف. كلهم موجودين تحت، الملك يقول لك يا خراب بيقول لك حاجتك عندك. الاربع تسقف. العمدان موجود. حاجه موجوده. انت استرخصت ورحت للمهندس لمؤاخذه. ما هو المالك بيستنصح عايز يوفر فيروح لواحد عند واحد يصمم له يقول له مثلا اديني 4000 جنيه ولا 5000 جنيه اصمم يا عم ولا 4-5 جنيه هصممه دول ولا حتى 10000 لو هو صمم لك صح هيوفر لك بتاع 5 طن حديد بكام؟ 50-60000 جنيه. ما انت لو صممت عند واحد تاني هيرزع لك اي حاجه. هو بيستنصح دايما المالك اللي بيستنصح بيقع في المصيبه ويجي لك بعديها زي بقى باظت مني. طب ما كنت فين من الاول؟ ما يعني ما رحتش عند حد محترم من الاول تعمل الشغلانه عنده بدل ما انت رحت تسترخص. زي يقول لك ايه؟ انا هعمل جلسات ليه؟ ادفع 4000 جنيه جلسات يا عم. لا ما هو الارض كويسه زي الفل. ايه ده؟ كويسه كويسه. من سنتين عملنا مصنع برضه بعد العروق بشويه. نعمل جلسات؟ لا يا عم يهديك يرضيك. اقول 10000 متر نعمل جسات؟ لا. وفريم؟ قال لي انا قلت له اصل هو فريم ستيل هيحصله ايه يعني؟ هو شايل ايه؟ ده انا هعمل جمالهم ستيل بس هنعمل قواعد نشيل جمالهم فمفيش احمال يا عم نعمل لا انا هكتب على اللوحه بتاعتي انا صممت على استرس التربه كذا وعلى المقاول التاكد من اجهاد التربه قبل التنفيذ. انا خلصت خلصت مفيش دعوه مين اللي ورايا؟ المقاول يعمل ايه؟ يعمل ده استرس يعملش استرس هو حر. 8 اشهر بعد التنفيذ. الحقيقه قلت له تعالى لنا خير تعالى لنا بس. رحت لقيت القعده سابت العمود ونزل 20 سم. في ميه ضربت في الارض. الارض كان فيها طفله وعلى ربن الارض هبطت القعده وزنها تقيل قامت هبطت وقطعت الجوايد بتاع التسليح بتاع العمدان ونزلت. عشان يصلح الكلام ده دخلوا في 2 مليون ونص. عشان يصلح البلاوي دي كلها ويعمل حقن تربه ويعمل ويعمل عشان 4-5000 جنيه في الاول. 4-5000 جنيه في الاول، 10000 في الاول. 20 مالهمش لازمه. مالهمش لازمه. فهو المالك اللي بيستنصح بيحاول يوفر هنا وهنا وهنا بيلبس في الاخر. ما بيفكرش. يجي يقول لك الحقني ده يا عم حاجتك عندك. عمدانك واسقفك عندك. والمهندس اللي عمل لك عندك. اتصرف معاه بقى. يعني انتوا احرار مع بعض، تيجي لي بعد المصيبه ليه؟ ما يعني ما لهاش لازمه. المهم علشان اقاوم البانشنج احد الحلول ان انا ازود سمك البطه كلها. طبعا مكلف. احد الحلول الثانيه ان انا ازود سمك البلاطه في منطقه ارتقاء البلاطه بالعمود بنسميها الدروبايل. نزود البلاطه نفسها عند منطقه ايه؟ العمود بالبلاطه. او نعمل تاج. ممكن تشوف ده في المساجد، الكنائس،
صالات الافراح ممكن تلاقي العمود وفي تاج كده شايل، او في الاحمال الثقيله والمسافات الكبيره ممكن نعمل تاج وجروب بدل مع بعض. هو التاج ده حديد السقف وحديد الابنيه. نعم التاج ده حديد السقف وحديد الابنيه. اعمده مع اعمده مع مع اعمده اعمده مع سقف، يعني الحديد اصلا طالع مع العمود من العمود داخل السقف مش عكس. لا الابعاد هنفترض دايما ال1 هو البعد الصغير وال2 هو البعد الكبير وال الكبير من 1 ل2 عشان حد سلك البلاطه مينيمم 15 سم او الاسبان على 32 للبوادي الخارجيه. يعني ايه بقى الخارجيه؟ دي ده الخارجيه الاربعه دول بوادي خارجيه، او الاسبان على 36 للبوادي الداخل. ساعتها بتحسب الثلاثه وتاخد القيمه الايه الاكبر، وحاول تزود لك 2 سم سم ونص عن الرقم ده شويه، وانت عارف ان سوري سلاب ان البلاطات سمكها يا اما رقم زوجي يا اما رقم ايه بالاسم على 5. ده الكلام ده لو ما كانش فيه دروب بانل. لو فيه دروب بانل بدل 32 بتبقى 36، بدل 36 بتبقى 40. يبقى ساعتها كده اول حاجه تقدر تحددها تي اس. لو انت قررت من البدايه تعمل دروب بانل وانا ينفع او لما تلاقي الاسبان 8 متر في اعلى او اللايف لود عالي او الاحمال عاليه فكر انك تعمل دروب بانل علشان البانشنج، لان بنسبه كبيره البانشنج يطلع فيه ايه مشكله. فابعاد الدروب بانل لو انا عملت دروب بانل عند الاعمده اي عباره حاجه عامله كده هتزود سمك البلاطه عند العمود. الدروب بانل اللي هنعملها في اربعه X. بعد الدروب بانل ديت من نص من تلت البحر الصغير لنص البحر الصغير، من تلت لنص، ومعظمنا بيعملها نص. يعني الدروب بانل ديت لو المسافات ديت 5 5 5 ديت مثلا 6 أو 7 و7 و7 يبقى الدروب بانل دي كام في كام؟ 2.5 في 2.5 نص ونص. والدروب بانل دي لها سمك لان سمكها اكبر من سمك البلاطه، بنسميها تي جي السمك البارز على البلاطه. سمك الدروب بانل ده هو من ربع تي اس لنص تي اس. يعني لو سعادتك خدت البلاطه سمكها 20 سم يبقى الجزء اللي بارز او زياده عن البلاطه للدروب بانل من 5 سم ل 10 سم، ومعظمنا بيعملها نص تي اس. لو عملتها 20 يبقى سمك الدروب بانل كام؟ 10. لو قررت تعمل مارجنال بيم عشان تشغلها وتبقى شايله البلاطه لازم يكون سمك الكاميرا اكبر من 3 مرات التي اس. يبقى ساعتها ممكن تحدد ابعاد دروب بانل وممكن تحدد ابعاد مارجنال ايه لو في كاميرا. من ضمن المشاكل اللي بتسبب البانشن العمود بالتالي في مينيمم دايمنشن للعمود ما ينفعش يقل عنه. المينيمم 30 سم او ارتفاع الدور على 15 او السبان ان اللي هو الاكبر من ان 1 او ان 2 على 20. يعني حاجه زي كده بعد العمود ما يقلش عن 35 سم. 7 متر على 20 يبقى 35 ايه؟ سم. يبقى انت بتاخد ابعاد العمود المينيمم كام؟ إيه؟ وهنفترض بينا وبين بعض للاسف الاعمده كلها مربعه. يعني ساعتك هتطلع برضه العمود كام؟ المينيمم وتعتبره عمود مربع كذا وزودتك بقى ايه؟ 5 سم 10 سم عن البعد على كده. يعني مثلا عمود طلع 30 خد 40 في 40 او خد 35 في 35. يعني ايه زودت لك 5 10 سم عن الرقم اللي طلع كده. فساعتك حددت تي اس دروب بانل مارشال بين الكولم دايمنشن في البدايه. الطرق اللي احنا بنعرف نشتغل بيها في تصميم الفلات سلاب في السوق دلوقتي مفيش حد بيصمم فلات سلاب مانيوال، كلنا بنصممها بالساب او بالسيف فاينات البرق. طب ليه انتوا قرفلنا في عيشتنا تعلمونا مانيوال؟ عشان يبقى عندك دم، يبقى عندك احساس ان سعادتك لما تدخل البلان على الفاينات اليمنت او على الساب او على السيف اداك نتيجه مش لوجيك، يبقى عندك السنس
لسعادتك تقول لا في مشكله في غلطه هنا هي ايه دور عليها صح ما ينفعش تبقى شغال في مكتب وتيجي تقول لي انا طلعت كام المهم بالشهاده ازاي يا ابني اصل الساب طلع كده يعني ايه الساب طلع والساب بيطلع بمزاجه مش في بني ادم قدامه بيدخل له داتا وبالتالي هو بيطلع نتيجه فاكيد داتا فيها ايه او حاجه دي. فده السبب ان ساعتك لازم تتعلم مانيوال تعرف القيمه والسنس بتاعها قوي. عندنا الطريقه الامبيريكال دي اللي احنا هناخدها مع بعض. في طريقه ثانيه اسمها الفريم اناليسيس انه بيعتبر البلاطه مع العمود لكنها فريمز. شغل بلاطه مع عمود على انها فريمز. الطريقه الثالثه ودي اللي ساعتك دي بروجرامينج تعمل مكان فين البلاطه بتاعتك. الطريقه الرابعه اليد لاين. هو اليد لاين ده هو سعادتك في السويس لاب وانت بتصمم القمر كان يقول لك البلاطه الوان واي مش عارف الاسلام على ايه بيساوي ايه واكبر من ايه بيساوي ايه فسعادتك بتوزع الاحمال مش عارف اثنين مستطيل او مثلثات او صح ولا ايه؟ انت بتوزع الاحمال على القمر جت منين الكلام ده؟ هي اشمعنى الوان واي مستطيلين والتو واي المربعه اربع مثلثات والتو واي مش مربعه مثلثين وشبه منحرف اشمعنى يعني؟ يعني ايش حالها يعني؟ تفتكر ليه؟ بناء على ايه؟ يعني حطوا التجربه جابت ايه؟ عرف منين الحمل منين بالشكل ده؟ عرف منين؟ افترض وجرب افترض وجرب وعرف منين انها كده؟ عرف النتيجه شالت كده منين؟ حط عليها حمل حط عليها حمل وبعدين عرف منين دي شالت مثلث؟ مش شبه منحرف ما سالش نفسك السؤال ده؟ يعني عرفها منين؟ ليه مش برابولا؟ طب خدها بزاوية 45 جابها منين؟ جاب منين زاوية 45؟ هو حمل البلاطة لغاية لما البلاطة اتكسرت لغاية لما البلاطة شرخت وعملت حصل شروخ شكل الشروخ عاملة ازاي؟ هو ده توزيع الحمل فالبلاطة لما شرخت ابتدى يعرف ان دي تتقسم اربع مثلثات ولا مثلثين مش عارفين ولا مستطيلين حتى لو سعادتك بتعاين منشا وبصيت في السقف كده لو المنشا ده متحمل باحمال اكتر من الطبيعه هتلاقي شكل الشرخ في السقف زي توزيع الاحمال بتاع السقف بالظبط. فاليد لاين دي برضو طريقه بيفرض فيها شكل الشروخ المتوقعه في الفاس لاب او في البلاطه وابتدي يعمل توافق ما بين الشغل الداخلي والشغل الخارجي، الشغل الداخلي نتيجه الشروخ اللي بتحصل في البلاطه والشغل الخارجي نتيجه الاحمال على البلاطه. يعني بغض النظر ان انا معاف عليها الزمن ما فيش حد بيدرسها دلوقتي فدي طريقه من ايه؟ الطرق. عشان اصمم بطريقه الامبيريك المسك اول حاجه البعد الصغير البعد الكبير على البعد الصغير يكون اقل من 1.3 الحاجه الثانيه لازم يكون ثلاث بوادي في كل اتجاه يعني ثلاث بوادي ودول ثلاث بوادي يعني باكيتين بس اي اتجاه منهم ما ينفعش تصمم بالطريقه دي يبقى منهم كام باكيه ثلاثه في كل اتجاه ايه دايركت او الامبيريكال مش دي الطريقه اللي احنا درسناها ثلاث بواكي البعد الكبير على البعد الصغير ما يزيدش عن 1.3 التفاوت في الابعاد يعني الابعاد ديت مش ال1 وال1 وال1 لو التفاوت ما بين بعدين متتاليين يا ده رقم وده رقم ما يزيدش عن 10%. طب لو ده ما زادش عن 10% وده وده ما زادش عن 10% يبقى الاول والثالث ما يزيدش عن كام؟ 20. بس هو التفاوت في الابعاد المتتاليه 10% والابعاد الغير متتاليه ما يزيدش التفاوت يعني انت لما تقول لي دي 7 يبقى دي ما يزيدش عن 77 او 6 مش عارف كام المهم الفرق الكبير على الفرق الصغير ما يزيدش عن 10% يبقى دي طرق او السويس لاب او الهوب لوك عملنا شرايح. قلت لك من شويه هنا بنعمل شرايح. بس احنا هنا بنعمل شرايح بنقسم البلاطه لشرايح عند الاعمده دي كلها شرايح عند الأعمدة في اتجاه اكس و
وبرضه شرايح في اتجاه ايه؟ واضح. بنسميها كولوم ستريب شريحه العمود. والشرايح اللي في النص بنسميها شريحه الوسط او الفيلد ستريب. يبقى احنا قسمنا دي كولوم ستريب وديت فيلد ستريب، شريحه عمود وشريحه وسط. عرض شريحه العمود في الاتجاهين متساوي، بتساوي نص البعد الصغير او بتساوي عرض الدروب بانل. عرض الكولوم ستريب في الاتجاهين متساويه بتساوي نص البعد الصغير او عرض الدروب بانل. يعني البعد الصغير هنا كان كام؟ 5. يبقى عرض الشريحه ده اهي او ده اهي 2.5 او بتساوي عرض الدروب بانل. من شويه قلت لك عرض الدروب بانل بيساوي ايه؟ قلنا بتاخده قد ايه؟ نص البعد الصغير. بس يا دكتور هو مسموح لغايه التلت، يعني ممكن اخده اقل. يعني بدل ما اخد عرض دروب بانل 2.5 ممكن اقرر اعملها كام في كام؟ 2 في 2. ينفع؟ ينفع. بس لو ساعتك عملتها كده يبقى في الحاله دي عرض الكولوم ستريب بيساوي 2 في 2، 2 في اتجاه اكس و2 في اتجاه واي. يبقى عرض الكولوم ستريب بيساوي نص البعد الصغير او عرض الدروب بانل اللي ساعتك هتفرضه او عرض الدروب بانل اللي جايبها لك في المساله. يعني ممكن اجيب الدروب بانل في المساله ما بيساويش نص البعد الصغير، خلاص ساعتك بتلتزم ان عرض الكولوم ستريب بيساوي عرض الدروب بانل. طب عرض الفيلد الباقي، يعني ساعتك عملت العرض ده 2.5، يبقى العرض قد ايه؟ يبقى المسافه كام؟ ناقص 2.5، يبقى ده عرضها كام؟ 2.5. طب عرض في الاتجاه يساوي ايه؟ قلنا بتاخده قد ايه؟ نص البعد الصغير. بس يا دكتور هو مسموح لغايه التلت، يعني ممكن اخده اقل. يعني بدل ما اخد عرض دروب بانل 2.5 ممكن اقرر اعملها كام في كام؟ 2 في 2. ينفع؟ ينفع. بس لو ساعتك عملتها كده يبقى في الحاله دي عرض الكولوم ستريب بيساوي 2 في 2، 2 في اتجاه اكس و2 في اتجاه واي. يبقى عرض الكولوم ستريب بيساوي نص البعد الصغير او عرض الدروب بانل اللي ساعتك هتفرضه او عرض الدروب بانل اللي جايبها لك في المساله. يعني ممكن اجيب الدروب بانل في المساله ما بيساويش نص البعد الصغير، خلاص ساعتك بتلتزم ان عرض الكولوم ستريب بيساوي عرض الدروب بانل. طب عرض الفيلد الباقي، يعني ساعتك عملت العرض ده 2.5، يبقى العرض قد ايه؟ يبقى المسافه كام؟ ناقص 2.5، يبقى ده عرضها كام؟ 2.5. طب عرض في الاتجاه الواي العرض 2.5، يبقى المسافه كام؟ يبقى ده كام؟ 4.5. يبقى عرض الفيلد القيمه الباقي. يبقى لو ساعتك عملت كولوم ستريب يبقى عرض الكولوم ستريب الربع بتاع البعد الصغير من الناحيه دي، الربع اللي هو كله على بعضه ايه؟ نص بنص. والاتجاه الثاني الطول ناقص نفس الفكره في ايه؟ في الاتجاه. انما لو قررت تعمل دروب بانل يبقى عرض الكولوم ستريب في الاتجاهين بيساوي عرض دروب بانل، وعرض الفيد ستريب بيساوي البعد الايه؟ الباقي المتبقي. يعني لو كنت انا عامل دروب بانل هنا 2 في 2 يبقى في الاتجاه ده لو ده 2 يبقى ده كام؟ 3. طب الاتجاه التاني لو ده 2 يبقى ده كام؟ 5. تمام كده؟ ماشي. تاني احنا بنخلي عرض الدروب بانل بيساوي الاول نص البعد الصغير، المسافات دي كام؟ 5، دول 7. في اتجاه اكس ساعتك عملت العرض اهو 2.5، كل واحدة من دول 2.5، ما دي تبقى كام؟ واحد ربع. ودي كام؟ ما هو ال 2.5 اللي هي واحد ربع فوق وواحد ربع تحت. طب لما تعمل دي 2.5 ودي واحد وربع يبقى قد ايه في النص هنا؟ يبقى عرض الفيلد ستريب 2.5. طب في الاتجاه الثاني لو انت عملت لازم تعملها 2.5 برضه، كل ما ستريب كل سالب في الاتجاهين يتبقى كام هنا في النص؟ 7 ناقص 2.5 يبقى لي 4.5. طب لو في دروب بانل كام؟ بعد دروب بانل كام مثلا؟ 2 متر. يبقى عرض الكولوم ستريب في اتجاه اكس او واي 2 متر. يبقى في اتجاه اكس عرض دروب بانل 2 متر يبقى الفيلد 3. والاتجاه الثاني عرض 2 متر يبقى الفيلد 5. ماشي كده؟
والسبعة دي يا دكتور مش لحد سنتر العمود؟ المفروض اطرح من السبعة 1 و25. ايه سبعة؟ سنتر عمود. سبعة مش سنتر عمود. عشان اصمم بلاطه بجيب الاربع حاجات دول اول وبعدين احسب الدال بلاطه الستاب اللي هي 1.4 جاما تي اس زائد الفور كفر زائد الحوائط الموزعه اللي الحوائط الحاجات الموزعه ليه على السقف. وقلنا الحوائط بنحسب مجموع اقوال الحوائط واضربها في وزن المتر الطولي وارجع اقسمها على الا لو في قمر. يبقى الحوائط اللي موجوده فوق القمر مش هحسبها من ضمن الحوائط اللي على السقف. يعني لو عامل مثلا قمر على المحيط يبقى الحوائط اللي على المحيط دي مش هحسبها من ضمن اطوال الحوائط اللي بحسبها على السقف انها موجوده على القمر. زائد 1.6 في الارض. المفروض بعد كده تصمم تجيب المومنت على البلاط عشان تجيب تسليح الايه البلاط. لا الافضل هنا انك الاول تعمل تشيك علشان لو في مشكله وساعتك ناوي تسوي صوره البلاطه او ناوي تعمل فروت بانل يبقى ما تعدش الموضوع من دي. عشان اعمل تشيك بانشنج تعالي افتكر كده الشير في الكاميرات. ساعات بتجيب الشير فورس زي الكاميرات. الشير فورس كده زي الكاميرات. نقوم عليها حمل واحسب كده واقسم من الرياكشن اقسم ليه؟ الشير فورس. وكان الكريتيكال سيكشن على بعد يعني من دي على 2 من وش العمود. صح؟ يعني ساعات بتصمم على الكيو ليه؟ دي كيو كريتيكال. مظبوط؟ حلو. هو الشير كان بيجي على الكاميرا من الحمل الراسي ولا من المومنت؟ خد عوض نفقات. الشير بيجي نتيجة حمل راسي ونتيجة مومنت. بالإثبات هي الكاميرا لما كانت سيمبل كان الرياكشن ده طولته كام؟ ولما بقت اتنين سبان بقى هنا كام؟ زادت كام؟ 20%. منين؟ من النوم اللي كان فين؟ عندك نتيجة وجود مومنت فبيزود قيمة الرياكشن الرأسي على العمود فأصبح الشير فورس بيتنقل نتيجة حمل رأسي. نفس الكونسيبت الفانشن فورس او الفورس بتعمل لي فانشن في البلاطه نتيجه حمل راسي ونتيجه مومنت. هو في مومنت عند العمود في السلاب مش في مومنت على البلاطه فالكونكشن ما بين البلاطه والعمود في مومنت في الحته دي فالمومنت النيجاتيف ده بيزود قيمه الفانشن فورس على البلاطه في الحته دي. بنسبه كام؟ هنعرف. هو كان في القمر 20% او كمان شويه في الكونتينيوتي تقريبا 15% تقريبا. طيب في القمر كان بيحصل شير. يعني ايه يعني ايه شير فورس؟ يعني ايه شير على الكاميرا؟ الكاميرا عايزه تفصل عن العمود صح؟ تفصل عند القطاع مش عند العمود. الكاميرا تفصل نفسها تسيب نفسها عند القطاع الكريتيكال وتعمل كده. فكان ساعتك عشان تجيب الشير ستريس بتقول لي ده الشير ستريس عباره عن الشير فورس انهي مقسومة على ايه؟ على الاريا. انهي اريا؟ اللي متعرضة للاحتكاك. ما هم الاثنين دول لما يفصلوا عن بعض كفية الاثنين لما يفصلوا عن بعض هيحصل احتكاك ما بين الكفين وبالتالي انا بقسم على الاريا اللي بيحصل فيها ايه؟ احتكاك. طب هو التيو كريتيكال دي ساعتك كنت بتحسبها ازاي؟ كنت بتقول ده انا بحسبها ان انا بعرف المسافة دي كام؟ بين هيك وليكن مثلا متر. مثلا والحمل ده 2 واداني رياكشن اهو مثلا 15 يبقى الرقم اهو عباره عن 15 ناقص 2 و1 بتعمل ايه؟
انت بتعمل ايه؟ صح؟ يعني الرقم ده لو ده 15 وتقولي ده بكام؟ 13. جه 13 منين؟ الرياكشن اللي طالع ناقص الحمل في الايه؟ في مسافه. مش معنى حمل في مسافه لان الحمل على الكاميرا كان طن على المتر الطولي فكان لازم اضرب في ايه؟ في بعد. طيب نفس الفكره هنا ايه اللي بيجرب؟ العمود اهو هو العمود اللي في النص شايل مساحه كام في كام؟ نص المساحه اللي هي بسمي قف اللي واحد والراسي الاثنين يعني العمود ده شايل خمسه في سبعه. لو ساعتك كنت حاسب الجاب اوت السناب دي مثلا طلعت باتنين طن على المتر سوير مثلا تعرف تقولي العمود ده شايل كام طن؟ اتنين خمسة في سبعة يبقى شايل 70 طن. يبقى العمود ده شايل 70 طن منين؟ من الضوء اللي هو انهي واحدة؟ اللي هي 15. طب العمود اللي هنا شايل قد ايه؟ نص الحمل نص واللي هنا؟ نص واللي هنا؟ ربع. يعني لو ده شايل 70 طن يبقى ده شايل 35 طن ده شايل 35 طن ده شايل 17 طن ونص. ماشي كلام؟ حلو. العمود برضه زي ما كان في كريتيكال سيكشن على بعد جي على 2 في القمر برضه هنا في كريتيكال سيكشن على بعد 2 في البلاطه. يعني العمود نظريا بياخد جزء من البلاطه معاه على بعد دي على 2 يعني من الناحيه دي دي على 2 ومن الناحيه دي دي على 2 ومن الناحيه دي ومن الناحيه دي. يعني لو العمود ده مثلا كان 40 في 40 لو العمود مسافه دي 0.4 والمسافه دي 0.4 والبلاطه مثلا ساعتها خدتها 20 سم يبقى الدبس بكام؟ ب 18. يبقى الكريتيكال سيكشن كان في كام؟ 58 جبت 58 دي منين؟ ما المسافه دي كام؟ 40 والناحيه دي دي على 2 هي بكام؟ ب 9 وده ب 9 يبقى 58 وهنا برضه 9 وهنا 9 يبقى كام؟ 58. يبقى القطاع الحرك مع البلاطه مع العمود 58 في 8 وايه؟ 50. تفتكر لو العمود خد الجزء ده وساب البلاطه في منطقه بيحصل فيها احتكاك ما بين البلاطه وبعضها في مساحه بيحصل فيها احتكاك ما بين البلاطه وبعضها تفتكر المساحه دي عباره عن ايه؟ المساحه اللي بتحصل عند انفصال الجزء ده هو عن البلاط المنطقه اللي بيحصل فيها احتكاك تفتكر ايه؟ المحيط الصلب المحيط في الدبس محيط الاريا ديت في الدبس. العمود عايز ياخد الجزء المنقط ده هو ويسيب الجزء الكبير هيحصل احتكاك ما بين اجزاء البلاط وبعضيها. المساحه اللي بيحصل فيها احتكاك عباره عن ايه؟ المحيط في الدبس. عشان كده لما باجي احسب البانشنج ستريس بيساوي الكيو كريتيكال زي الكيو مقسوم على المساحه اللي هيحصل فيها احتكاك اللي هي المحيط بنسميه بي نوت في الدبس. اني دبس؟ دبس البلاطه. لما هنا كان دبس ايه؟ القمر. كان قمر. لما هنا المحيط اللي هي عباره عن اربع اجزاء اللي هو 4 في 58 والدبس هو دبس البلاطه. بتاع الدروب بانل؟ باخد معايا لو كانت لو كان سعادتك عامل دروب بانل يبقى سمك البلاطه زائد سمك الدروب بانل ناقص 2 سم كفر. لو سعادتك عامل دروب بانل. طب الحمل ده نتيجه حمل راسي ان الكاميرا سمبل فين يا عمي الكونتينيوتي؟ ما انت مش واثق بتعطيني وقلت لي ده الحديد او البانش مشين بيطلع نتيجه اللومن الحمل الراسي اللي هو الشير فورس او الشير ستريس على الشير فورس على البي نود اللي هو المحيط في الدبس. طب في جزء تاني نتيجه مين؟
المهم المفروض الكود بيديك معدلات تحسب ده اكزاكتس تحسبه طبقا لكلمه المومنت طلع قيمه البانشنج نتيجه زياده الايه المومنت تقول لي في الاخر البانشنج عباره عن مجموع الحمل الراسي ومجموع المومنت او بيقول لك ممكن تحسب طريقه تدريبيه وتضرب المعادله دي في معادله اسمها بيتا او معامل اسمه بيتا عشان معامل استمراريه قال لك البيتا ديت هو انت تفتكر ان العمود ده اللي في النص ولا الطرف ولا الكورنر اسوأ في البانشنج النص النص اسوأ عليه احمل اكتر بس شايل الخراطه او الجزء اللي هيشتغل معاه في الخراطه ريليه اهو عمود النص الجزء اللي بيشتغل معاه في البلاطه اسفين انما عمود الركن البلاطه متحمله عليه في ايديا صغيره فالاسوء هو عمود الركن والمتوسط هو عمود الطرف بالرغم ان الرياكشن اقل ايوه بس الكونتاكت اريا ما بين عمود الركن والبلاطه قليل عن عمود النص عشان عمود النص المحيط هو عباره عن مجموع الايه؟ اربع اطلاق انما عمود الطرف فين الجزء اللي اتحرك يحصل له احتكاك في الاريا فالمحيط عباره عن ثلاث اجزاء انما عمود الركن عباره عن جزئين بس عشان كده البيتا اللي هو المعامل بتاع تقسيم مومنت خدها ب 1.15% للعمود الداخلي و 1.3% للعمود الطرفي و 1.5% للعمود الركن فساعتك بتجيب البانشنج بكل عمود زي الشكل ده للملخص ادي العمود اللي في النص شايل مساحه كام في كام اللي واحد طب ابعاد العمود ايه بي واحنا اتفقنا منه وبعض بعض واحد خليها عمود ايه مربع طب الكريتيكال سيكشن ايه واحد في واحد طب هي ايه واحد دي عباره عن ايه ايه زائد جي على 2 وجي على 2 هي زائد الدبس طيب وبي واحد هيبقى بي زائد الدبس طيب يبقى المحيط اربع اضلاع ايه واحد زائد بي واحد في 2 والبيتا بتاعت العمود في النص 1.5 انسى دي دلوقتي اتكلم عليها حاجه طب العمود اللي في الركن كام دول؟ 3 طب ايه واحد دي تبقى عباره عن ايه؟ ايه زائد جي ليه؟ لان جي على ايه من الناحيه دي ودي على الناحيه طب بي واحد يبقى بي زائد جي على 2 لان المسافه في عمود الطرف ادي العمود الطرفي ساعتها هنعمل كده 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 الناحيه هزود ايه؟ جي على 2 بس يبقى البعد ده كله عباره عن بعد العمود زائد جي على 2 طب المحيط مجموعة طول اطلاق 2 بي 1 و1 اي 1 مش 4 زي هيك نفس الفكره هنا الاي 1 هيبقى بعد العمود زائد جي على 2 طب بي 1 بعد العمود جي على 2 كل الكلام ده سهل فاضل لي احسب مين؟ الكيو كريتيكال ساعتك وانت بتحسب الكيو كريتيكال في الكاميرا قلت لي هي عباره عن الرياكشن ناقص دبليو في الام في الام اللي هي عباره عن ايه؟ مسافه اي مسافه بعد الكريتيكال سيشن مش عملت كده؟ وليه ضربتها في مسافه؟ لان الحمل ده كان طلع على المتر ايه؟ الطول انما الحمل هنا طلع على المتر المربع طب يبقى الكيو كريتيكال هنا عباره عن ايه؟ الرياكشن ناقص الحمل في اريا انهي اريا؟ ما هو العمود هياخد الحته دي ويطلع بيها لفوق فالحمل نازل ناقص الحمل طالع هيبقى الرياكشن ناقص الحمل في الايه؟ في الاريا عشان كده هو جه قال لك هنا ايه؟ الكيو بانشنج عبارة عن الدبليو ألتم سلاب افتح قوس المساحة الكبيرة ناقص المساحة بتاع الكريتيكال صح؟ اه ما احنا جبنا ال 70 طن منين؟ قلنا الدبليو ألتم سلاب في الايه؟ في المساحة الكبيرة ناقص الدبليو ألتم سلاب في المساحة الصغيرة يبقى الكيو كريتيكال عبارة دايما عن الحمل الغلطة في مساحة العمود اللي هيشيلها ناقص الكريتيكال ايه؟ سيشن هنا
مساحة العمود هيشيلها ايه؟ الرباعي فين؟ يعني المساحة اللي هيشيلها هنا 7.5 والمساحة اللي هيشيلها هنا ايه؟ 5.75 اللي هي في ال1 في ال2 على 2 ناقص المساحة. يبقى دايما ساعتنا هتجيب لي الكريتيكال ديت عبارة عن الحمل في المساحة اللي العمود شايلها ناقص المساحة بتاع الكريتيكال سيكشن مقسومة على المحيط بتاع الكريتيكال سيكشن في الدبس بتاع البلاطة لو ما فيهاش دروب بانل او الدبس بتاع البلاطة الكلية او السمك الكلي لو فيه دروب بانل. يعني ايه؟ لو ساعتك كنت عامل بلاطة 20 سنتي وعامل دروب بانل 10 سنتي يبقى سمك البلاطة عند العمود كله 30 يبقى الدبس 18. ماشي لغايه دلوقتي قريبة من الشيء. انا عمال اعمل لك مقارنة عشان تعرف ان هو هو. ساعتك اللي بتعمل هنا ايه؟ بس تحسب مقام خلصان وايه تاني؟ والماكسيمم. لو كان تعدى الماكسيمم كان ساعتك بتكبر عدد القطاع. لو ما بين الماكسيمم والمقاومه ساعتك بتحط حديد في البانشنج. الكود قال لك لا انت بتحسب مقاومه الخرسانه للبانش بكام. لو الرقم ده تعداه ساعتك يا تستخدم دروب بانل يا تكبر ابعاد البلاطه يا تكبر ابعاد العمود. تاني ساعتك محاسب مقاومه الخرسانه للبانش اهي في ثلاث معادلات لمقاومة خسارة البنش. ساعتك بتحسب الثلاثة وتاخد القيمة الأقل. مقاومة خسارة البنش فيها ثلاث معادلات. ساعتك بتحسب الثلاثة وتاخد القيمة الأقل. أنا قلت لك من شوية نخلي العمود إيه؟ مربع. فالعمود المربع دي القيمة دايما بتطلع بتاعه الأقل. مقاومة خسارة البنش عبارة عن جاز اف سي يو على جاب اس. ساعتك بتحسب لو طلع شيل ستريس أقل من المقاومة سيف، لو طلع أكبر انصيف. طب طلع انصيف اعمل ايه؟ هستخدم دروب بانل واسكت؟ لا يا فندم، ساعتك هتشيك تاني لانك هتفرض ابعاد دروب بانل. ما يمكن الدروب بانل اللي انت هتفرضها بالسمك اللي هتفرضه يطلع هو كمان انصيف. فساعتك لازم تطلع من البانشنج سيف، لازم نطلع. يعني ساعتك طلع انصيف، ساعتك تحط دروب بانل بسمك، طلع انصيف زود دروب بانل. يعني ما تطلعش من مرحله البانشنج الا ما تكون ايه؟ واوعى تيجي في دماغك تقول انا هبتدي كده على انها خلطت اله حسب. اوعى شيطانك يوزك ويقول لك ايه يا عم اكتب الرقم ده اي حاجه اكنه اقل من دي واكني غلطت في اله حسب. انا بغلط في النتيجه برضه. الكلام ده لغايه السنه اللي فاتت. كل جديد قال لك لا يا عم ما نشغل حديد في الاعتبار. وبالتالي مطلوب من سعادتك تعمل لي ريبورت عن الفرق ما بين الكود اللي قبل كده اللي هو ده اللي هو كان بيستخدم البانشن نتيجه الخرسانه فقط، وان الكود الجديد ابتدى يعمل حديد ويحسب حديد عشان يقاوم البانش. سعادتك هتعمل لي ريبورت بتقدم طريقه واضحه ولطيفه وتعمل لي الاختلاف ما بين اللي قبل كده، ويا ريت مجموعه محترمه مع بعض يعملوا يجمعوا مع بعض يعملوا برزنتيشن باور بوينت موضوع يقول لي احنا عملنا كذا والكود القديم كان بيعمل كذا وكذا وكذا، انما الجديد ابتدى يعمل كذا، بياخد تقسيم حيد ازاي، بيحط كاميرا فين، ويعمل شكل الحيد ازاي، وتفصيل الحيد بيعملها ازاي عشان يقاوم. نعم يا فندم هندي. المرة الجاية بطلب من سعادتك الريبورت عن البانش لكل واحد مستقل بذاته، غير لو في جروب كان عامل برزنتيشن مع بعض. ماشي كلام؟ اه فاكر النهارده. وعايزين نفتكر المرة الجاية ان شاء الله بينا عم عندنا التالت الا لو في كلام.